أهلا بكم في عين الانتخابات. لا تزال الأعين مترقبة والرقاب مشرئبة لموعد جولة الفصل والحسم، وهي جولة الإعادة في الانتخابات النيابية والبلدية 2018. في الجولة الأولى أخذت المسؤولية الوطنية بالمواطنين إلى صناديق الاقتراع، وتجلت صورة الوفاء أمام العالم، وسجل البحرينيون أعلى نسبة مشاركة في تاريخ البحرين الديمقراطي 67%. ليست مجرد نسبة مئوية، إنما هي رغبة صادقة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير، كما أنها صفعة في وجه أصحاب دعوات المقاطعة المغرضة. وفي نظرة سريعة على نتائج الجولة الأولى، فقد تمكن 16 مترشحا من الوصول لمقاعد المجلس النيابي والمجالس البلدية، وسجل الناخبون أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية 67% و70% في انتخابات البلدية. كما سجلت انتخابات 2018 تصويت أكثر من 240 ألف ناخب، كما شهدت انتخابات هذا العام مشاركة 7 جمعيات سياسية، محققة بذلك النسبة الأعلى في عدد المترشحين النيابيين منذ عام 2002. المزيد حول نسبة المشاركة الديمقراطية الأعلى في تقرير الزميل عمار العماري. هبوا جمعا وفرادا، أكبرهم سنا تدفعه روحه الوطنية شابا، وأصغرهم سنا أبى إلا أن يكون شاهدا على يوم العرفان للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، ليقول أبناء البحرين كلمتهم الفصل، ويدون النسبة الأعلى والأغلى في الانتخابات على صفحات تاريخ مملكة البحرين. 67% نسبة تحمل في طياتها الكثير للتجربة الديمقراطية بالمملكة، وتعكس مدى حرص أبناء البحرين رجالا ونساء على أداء مسؤولياتهم تجاه وطنهم، وإيمانهم الراسخ أن النجاح الذي يصبون إليه لا ينحصر على فوز مترشحيهم، بل هو نجاح الوطن بأسره. 240 ألف ناخب وأكثر جاءت مشاركتهم الفاعلة إيمانا بممارسة حقهم الدستوري في إيصال من يرونه مناسبا ليكمل مسيرة بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته، لتمضي مملكة البحرين بخطواتها الثابتة نحو المستقبل الزاهر بوطنية أبنائها وتماسك مجتمعها. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ طارق العامر. نرحب بك أستاذ طارق في عين الانتخابات. كيف تقرؤون هذه النسبة العالية وغير المسبوقة، وما هي مدلولاتها بالنظر إلى الحماس والإصرار الذي شهدناه في الجولة الأولى؟ بلا شك أن ارتفاع النسبة، نسبة المشاركة ل 67% هو ونجاح العرس الانتخابي هو بالتأكيد إضافة إلى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومدلولات أنه هو يؤكد أن البحرين شعبا وقيادة مصممة على المضي في الطريق الديمقراطية دون هوادة. ربما المستشف للعملية الانتخابية يرى أن البحريني بالفعل كان على قدر التحدي، الجميع كان محفز، لديه المحفز للمشاركة في العملية الانتخابية، وجدناهم شاهدناهم صغير وكبير يتجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة كبيرة من أول ساعات فتح صناديق الاقتراع حتى نهاية إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8. كان المشهد مهيب، كان المشهد يبعث على السرور لكل بحريني وفخر بالفعل، لأننا بالفعل رسالتنا نؤكد أن الرسالة الأهم أن البحرين ما زالت وستمضي قدما بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في الطريق الديمقراطي دون هوادة. الكاتب الصحفي الأستاذ طارق العامر، كنت معنا في عين الانتخابات، شكرا جزيلا لك. هذه النسبة الكبيرة التي بات الشارع البحريني يتفاخر بها اليوم حملت العديد من الرسائل الهامة التي سطرها الشارع البحريني بماء من ذهب عندما احتشد أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته. زميلي يحيى العمري لديه المزيد حول هذا الموضوع، إليك يحيى. شكرا لك زميلي بسام، بالفعل هي نسبة كبيرة ومهمة، شكرا جزيلا لك.
إذن دلالات كبيرة تحيط بالنسبة التاريخية التي شارك بها شعب مملكة البحرين في انتخابات 2018، عكست الوعي الكبير لدى الناخب والمترشح والطموحات الكبيرة لديهم. ومن أبرز هذه الدلالات أن مشاركة البحرينيين في الجولة الأولى بنسبة 67% هو تأكيد على إصرار الشارع البحريني على المضي قدما بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، كما أن هذه النسبة العالية برهلت على ثقة كبيرة يوليها الشارع البحريني في المجلس النيابي والمجالس البلدية، وأنه مؤمن بروحه ودوره الرقابي والتشريعي. المجتمع البحريني اليوم وعلى اختلاف أطيافه يثبت أن طموحه من التجربة الديمقراطية هو طموح كبير جدا يجب أن يسعى لتحقيقه عبر المشاركة الفاعلة والإيجابية، كما أن الجولة الأولى عكست الوعي الكبير لدى المواطن سواء كان ناخبا أو مترشحا عبر المشاركة الفاعلة من مختلف أطراف العملية الانتخابية. والاختيار الأفضل بين المترشحين احتدمت المنافسة في غالبية الدوائر الانتخابية في المملكة، وكانت الأرقام والإحصائيات التفصيلية هي البرهان الأبرز على استمرار النجاحات الديمقراطية والوعي الواسع لدى الشارع البحريني. وفي التقرير التالي نتعرف على التفاصيل في الجولة الأولى بالأرقام. هذا كل ما لدي زميلي بسام، وعودة لك. شكرا جزيلا يحيى. في انتخابات هذا العام أثبت المواطن البحريني بأنه قادر على تحمل مسؤولياته وبجدارة، واستكمالا لهذه المسؤولية يستعد الناخبون ومن منطلق تلبية الواجب الوطني للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة، حفاظا على مكتسباتهم وسعيا للمزيد من التطور والازدهار تحت مظلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى رعاه الله. إلى اللقاء. لتستمر هذه المؤسسة الدستورية الراسخة في القيام بدورها التشريعي والرقابي والتعبير عن الإرادة الشعبية التي ستبقى حصنا لمكتسباتنا الوطنية وصمام الأمان لاستقرار البحرين ودوام رفعتها